هاي، ازيكم؟ احنا معانا الصحيفه دي النهارده، لسه جايه دلوقتي. الصحيفه دي واقعه من الدور الثالث، وعندنا في فراكشر في الشيل هنا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي يا جماعه احنا بنحاول بنثبت الفراكشر، فكل اللي استخدمناه دلوقتي معانا لغايه دلوقتي احنا عملنا جبنا بريكتس هات اسنان وثبتناها عليها بسيمنت. دلوقتي فاضل لنا كذا جزء هنعمله. هتثبت اتنين هنا واتنين هنا واحد اخير هنا ونبدأ نربط. تمام، ده دلوقتي هنحضر تاني هنا. ودلوقتي يا جماعه الحمد لله يعني خلصنا العمليه بتاعه السلحفه الجميل ده وثبتناها له الحمد لله. شكلها بعد ما اتثبتت بريكتس وربطنا واير والحمد لله الموضوع تم بنجاح، وهو حالته مستقره الحمد لله دلوقتي، بس هو خايف شويه وربنا يسهل كده بقى دعواتكم ليه ويبقى زي الفل ان شاء الله.